مساء الخير أحبتي المشاهدين، معكم مجددا ريتا يوسف في حلقة جديدة من برنامجكم الفني المنوع فانتاستيك فايف. مع اليوم ضيف مميز وهو ملحن وموزع موسيقي وأيضا مؤلف موسيقي، اشتهر في أعمال عديدة من أشهرها أغاني الشارع للمسلسلات السورية والعراقية وأيضا الخليجية. ضيفي هو الملحن العراقي ناصر الحمداني. مساء الخير استاذ ناصر. مساء الخير واهلا وسهلا بك في قناه الامي اي وفي برنامج فانتاستيك فايف. اهلا وسهلا بكم وشكرا على المقدمه الحلوه. استاذ ناصر، احكينا عن موهبتك في التلحين وشلون بلورت هاي الموهبه وطورتها ووصلت على ما هو عليه حاليا من الابداع. هي بالبداية أنا ما بديت كملحن، بديت كعازف للأورج. كان عمري 16 سنة، أتذكر بسنة 86 كنت أطلع ويا الفرق بوقتها اشتهر هذا الستايل الخليجي. كنت أطلع ويا الفرق الخليجية بأي سنة؟ كان بال 86. بعدين الحين ما دخلت المعهد وتخرجت من المعهد، طلعت من الأوائل، دخلت إلى كلية الفنون الجميلة قسم الفنون الموسيقية. فدرست الموسيقى، وطبعا هو صح دراسة ضرورية لكن تبقى الهواية. فما دام الهواية موجودة مو غلط أن واحد يكملها بالدراسة، لأن يعني الموسيقى أيضا علم، وواحد شقد ما يدرس بالموسيقى يبقى عنده نقص، عنده لا المفروض يظل في الطلاع، يعني يعتبر نفسه أنه إيش قد ما وصل من خبرة بعد خبرة جدا قليلة. الموسيقى بحر. فمن خلال هذا الشيء قدمت، وبعدين بديت أغني وراء الغناء فترة بسيطة توقفت عنه، فاتجهت إلى التدريس. وبعدين صارت الفكرة عندي، لأن أنا كعازف وعندي أفكار وعندي يعني أفكار موسيقية، أنه ممكن أنه أطلع فد شيء ممكن أن أقدمه. وذكرت أنه كنت تغني، وين يعني كنت تغني؟ كنت أغني في حفلات عديدة ببغداد، غنيت وغنيت في عمان وغنيت كذلك في تونس، كان عندي لفترة معينة بس بسيطة وتركت الغناء. طريقتك بالتلحين، يعني عادة هل تلحن الأغنية استنادا إلى المساحة الصوتية للمطرب، أو تسوي اللحن وبعدين تخليه على نص معين، أو ما تلحن إلا إذا يكون عندك نص كامل؟ هي نوعين. إذا كانت أغنية إلى مطرب فلازم أعرف ستايل هذا المطرب، طبقته الغنائية، شنو اللون اللي يركب عليه، فأقوم هنا بالتلحين. هاي طبعا بالنسبة اللي دا أقصد كالملحنين، يعني الملحن اللي يدرس اللحن، مو الآن بوقت التلحين اللي صاير انه ما يذكروني مثل العلوة مال المخضر،
انه عجبك رقي هذا رقي، عجبك خيار هذا خيار، يعني لا، انا ادرس شخصية المطرب، طبقته الغنائية، شنو لونه اللي ممكن اني اديه هذا اللون، ومن ثم اقوم بالتلحين. هاي بالنسبة الى التلحين الى مطرب. اما بالنسبة الى الشارة الموسيقية بالمسلسلة اللي اقوم بتلحينها، لا، لان هنا انا بين ما اشتغل الشارة بلحنها اللي اول ما تبدي المسلسلة، يعني هي مقدمة المسلسل، ادرس هنا انه القصة، قصة المسلسل، انه شلون يركب لها هذا اللحن. اخلي اللحن، انا لحد الان ما مقرر اي مطرب راح يجي يغنيها، اخلي اللحن، واحيانا اكمل التوزيع الموسيقي. ليش؟ لان المخرج طالب مني انه يسمع انه فعلا من قمت بالتلحين يواكب الحس، حس المسلسل. فهناك يلا يجيني المخرج او المنتج يقرر انه فلان مطرب ممكن ان يؤدي او فلان مطربة، بس هنا يرجع الاختيار الاقوى انه انا اقرر انه هنا أنا مطربة او مطرب يعني يقوم بها، ومن ثم يتم اختيار مثلا فلان نجم، فلان مبتدئ بالغناء، فلان فلان فلان، لحين ما يعني تكمل الفكرة نهائيا. بس يعني انه حبيت انه اكد انه الفرق هنا، اذا كان المطرب انا اعرفه أرد لحن له، وإذا كان كانت المسلسل، فهنا أكو اختلافات. مسلسل اللحن يكون موجود قبل ما يجي المطرب، أما تلحين أغنية لا، فأني أعرف أنه هذا المطرب شنو لونه، لازم أخذ طبقته الغنائية، شنو اللي ممكن أن يقدمه. وكان يعني هذا طبعا أحد أسئلتي، أنه يعني قمت بأعمال لمسلسلات عديدة، منها قلوب صغيرة، المسلسل السوري قلوب صغيرة، الحصرم الشامي، نعم، وأيضا عراقية منها مسلسل 18 ظل امرأة، فيروز، ومسلسلات خليجية عديدة أيضا منها جارية حمودة، مسلسل سعودي. فكان سؤالي إنه شلون تلحن هاي أغاني المسلسلات، أغاني مقدمة مسلسل أو نسميها أغنية الشارة لمسلسلة، أنه تدرس قصة المسلسل أكيد. فإذا مثلا مسلسل درامي أكيد الموسيقى تختلف عن مسلسل كوميدي. طبعا أنا يعني ذكرت قبل شوية شارة المسلسلة، مثلا مسلسل قلوب صغيرة هي قصة حقيقية صارت في سوريا، هو مسلسل سوري، هو قام بغناها الفنان اللبناني، النجم اللبناني آدم. فإحنا ما كنا مقررين أنه آدم راح يغني المسلسل، شارة المسلسل. إحنا القصة هي حزينة، يعني قصة واقعية تتكلم عن خطف الأطفال هذول اللي بالشارع، يودوهم إلى دار أيتام، ومن دار الأيتام يسرقوهم حتى يخطفون بعض من أعضائهم الداخلية، مثل الكبد مثل الكلى، يعني عدة أشياء. هي قصة حقيقية، فخلينا أنه العمل يكون حزين. فقعدنا ندرس أنه منو ممكن أن يؤدي هذا بهالحس. درسنا عدة، يعني خلينا عند اختيارات مطربين، آخر شيء اتفقنا أنه آدم، نجم آدم، يجي هو يخلي الغنى مالته. وكذلك المسلسل العراقي الحرب والسلام، الحرب والسلام إذا تسمعيها، اختارينا مطرب سوري اسمه، يعني ما أتذكر اسمه بالضبط، صوته سبحان الله يعني كاظم الساهر، فايز الحلو، أنا ذكرت هذا المطرب، هو رائع جدا، من الديرين ظهرك وتسمعي شنو هذا كاظم الساهر، إجا يعني دي عنده حفلة.
فرادوا انه هو مسلسل عراقي سوري مشترك، فرادوا انه صوت ممكن انه يؤدي كقريب من كاظم الساهر، النجم هذا المحبوب للعراقيين وللعالم العربي. فاختارينا فايز الحلو انه ممكن ان يجي يؤدي هذا الستايل، لان بي هاي الصعدات الرائعه شلون اللي يؤديها بالمواويل كاظم الساهر. كذلك اختارينا، وتبقى عدة مسلسلات البقية ممكن أن نجيبهم مبتدئين من المعهد الموسيقى العالي في سوريا. في مسلسل فيروز، مسلسل فيروز أنا يعني وضعنا اللحن، وزعت والموسيقى بكمانجات لايف آلات كاملة. ردنا مطربة عراقية، يعني مع احتراماتي إلى كافة المطربات، احنا عندنا رائعات جدا مطربات بحس فني عالي وذات أداء متميز جدا، لكن أي مطربة عراقية كانت متواجدة في سوريا ما قدرت تعطيني الشيء المطلوب اللي رايدة أنا ممكن أن أقدمه. فصراحة استعانيت بمطربة ما معروفة هي بالساحة، المطربة اسمها نور عربي، فتاة سورية دارسة موسيقى. قعدت وياها عدة محاضرات، علمتها اللهجة العراقية، وهي صديقاتها عراقيات، وهي تسمع كاظم الساهر متأثرة بكاظم وماجد المهندس، فحفظت اللهجة العراقية صرف. فسجلناها بصوتها وطتها بأداء بإحساس أكثر مما أنا متوقع يعني ممكن راح تقدمه. فمن إجا المخرج العراقي علي أبو سيف وكان منتج المسلسل أيضا موجود، سألني قال لي هاي مين المطربة العراقية، أنا يعني مستغرب على هالصوت هاي القوة والأداء. قلت له هذا السر أنا ما أنطي. فضحكت بعدين، قلت لها هاي مطربة سورية جبتها ودربناها وخليناها تأدي اللهجة العراقية بصيغة صحيحة وأدت لنا اللحن. نسان الليل دق يا باب الليل، وعلى باب الأحزان الفرح محجوب، آني من الطفولة توسلت بي، تعتبرها من قمة أعمالك؟ عندي مسلسل زمن العار، مسلسل رائع جدا سوري. وعندي مسلسل قلوب صغيرة أيضا من قمة أعمالي، وأتذكر يعني سجلناها بهذا الأجواء الفنية، كنا نسهر للصبح احنا كمجموعة
كنا من مكساج الصوت إلى